للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة شيامين الصينية موفد أونلايف أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد، وبداية كيف يجري الاستعداد لقمة البريكس، وأيضا ضعنا في أهمية وأهداف هذه القمة؟ نعم نهى، أتمت على أي حال شيامين استعداداتها تماما، ونحن الآن في واحدة من أبرز معالم إحكام مدينة شيامين، والحكومة الصينية سيطرتها تماما على كل الإجراءات اللازمة لاستضافة أعمال هذه القمة التي ينتظر أن تستهل أعمالها غدا بوصول الرؤساء والزعماء المشاركون في أعمال هذه القمة، سواء كانوا من الدول الخمس المكونة لتحالف البريكس، الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، فضلا عن دول خمس أخرى تم دعوة زعمائها ورؤسائها على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الرئيس الغيني، الرئيس الطاجيكي، والرئيس المكسيكي والتايلندي. هؤلاء هم الدول العشر الذين سيلتئمون جميعا غدا، ربما يبدأ توافدهم صباح الغد للحضور والمشاركة في أعمال هذه القمة التي تبدأ من الغد وحتى الخامس من سبتمبر، وينتظر أن تناقش جملة من القضايا من بينها كما ذكرت وذكرت الزميلة شيماء قبل قليل في استعراضها لفعاليات قمة البريكس في دورتها التاسعة أو في قمتها التاسعة بالأحرى، بعدما دخلت عقدها الثاني وفق هذه الآلية أو هذه الصيغة. سيتم التباحث حول جملة من القضايا ربما تبتعد حتى في بعض الأوقات رغم أهميتها عن البعد السياسي والاقتصادي، لكنها ستذهب صوب التركيز على فضاءات أخرى وأفاق تعاون أشمل من بين هذه المحاور الرئيسية التي سيتم النقاش حولها، وستطرح لأجلها ربما مائدة كبرى هو منتدى الحوار الاستراتيجي بين الاقتصادات البازغة والدول النامية. هذه الجلسة التي سيحضرها بطبيعة الحال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون هناك ربما فرصة للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، كيف استطاعت مصر أن تتخطى بعض الصعاب الاقتصادية وأن تنجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي. ثم يتحدث الرئيس السيسي كذلك عن محور هو بطبيعة الحال قائم، محور قائم بذاته في أعمال هذه القمة، وهو ما أنجزته هذه الدول فيما يتعلق بخطة التنمية الاستراتيجية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. هذه القاعة التي نحن إزاءها الآن هي واحدة من القاعات التي هي في محيط واحد سيكون فيه المركز الصحفي الذي نحن إزاءه الآن، ويوفر الفرصة لقرابة نحو 2500 صحفي وإذاعي وتلفزيوني للحضور إلى هذه القاعة، وليس ببعيد عنها ربما بعض مقار إقامة الزعماء والرؤساء الذين سيفدون، وكذلك القاعة الكبرى التي ستستقبل وتحتضن أعمال هذه القمة على مستواها الرئاسي والفعاليات المصاحبة لها. وليس ببعيد عن هذه القاعة هناك القاعة التي سيكون فيها أشبه بالإيجاز الصحفي اليومي لما تم إنجازه في هذه القمة في أيامها المختلفة. الحديث عن أن الصين استطاعت أن تنجز حقيقة كل ما أمكن لأجل إتمام أعمال هذه القمة، والحديث لا يزال مستمرا عن أن الصين تتخطى بأفاق أحلامها الحلم الاقتصادي والتنموي، لأنها استطاعت أن تخطو خطوات وثابة منفردة تارة وضمن جملة من التحالفات من بينها تحالف البريكس الذي أمضى عقده الأول ويبدأ عقده الثاني مع هذه القمة التاسعة. لكن الصين والكل يعلم ذلك تقريبا أصبحت تبحث عن أفاق سياسية وعن دور سياسي بالتعاون وبخلق شراكات جديدة مع دول شرق أوسطية ودول حول العالم. طيب أحمد، يعني ما أهم التحديات التي تواجه هذه القمة في مؤتمرها 2017؟ يعني ربما التقيت بمسؤولين سواء مصريين أو من أي جنسيات مختلفة وعقدت معهم حوارا، وأبرز التحديات التي تواجه هذه القمة التي هي معنية في المقام الأول بالشأن الاقتصادي، ما أبرز التحديات التي أمامها؟ الحديث عن التحديات الاقتصادية كما ذكرت نهى هو يبقى الحديث الأبرز، لكن آفاق التعامل مع القمة التاسعة لدول البريكس وللدول التي تمت دعوتها ستتخطى كل هذه الأحاديث ذات الطابع الاقتصادي. جدير بالذكر فقط على المستوى الاقتصادي وللبحث في حقيقة الفاعلية والقوة التي تتمتع بها هذه الدول المكونة لتجمع البريكس، أنها منذ قرابة 10 سنوات كانت تشكل نحو 12% من الناتج العالمي. في عام 2015 وحتى 2016 استطاعت هذه الدول وهذا التحالف أن يحقق ما نسبته تقريبا 23 أو أكثر قليلا من مجمل الناتج العالمي. هذا نعم، أشكرك شكرا جزيلا موفد أونلايف أحمد أبو زيد على هذه التغطية، وسنتابع معك لحظة بلحظة كل تفاصيل هذه القمة، قمة البريكس من الصين.